عن ماذا سأتحدث؟ سأتحدث عن إشكالات كلنا نلاحظها، نستقرئها يوميا في الواقع المغربي، نتحاور حولها، وهي تمس الملامح العامة للنظام السياسي المغربي، النسق السياسي المغربي بمؤسساته، بفاعله، بحقله، والقواعد التي تفرض نفسها داخله، وأشعر بأن عندنا صعوبة في تحديد، وخاصة في هذه المرحلة، في تحديد طبيعة الإطار السياسي المؤسساتي ومنظومة الفاعلين الذين يتحركون حولنا. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن السياسة بشكل مباشر، أريد أن أضع مسافة للملاحظة. ديما كان في مسار السياسي كان ديما كانت واحد الملاحظة عند الإخوان في التنظيم الذي كنت أشتغل فيه، منظمة العمل، كان ديما لما نأخذ مسافة كبيرة مع الأشياء ولا نتبنى لغة الالتزام العملياتي، هذيك ملاحظ يعني ماشي ملتزم، ماشي مناضل، ماشي معني. أنا كنظن بأن الملاحظة أحيانا ضرورية، ملاحظة خاصة في هذه المرحلة، نحتاج إلى وضع مسافة مع ما يجري، وعلى الأقل هذه الأمسية، على الأقل هذه الأمسية أو بعدها، بعد هذه الحلقة ديالنا نعود ناخذ مواقعنا الحركية الميدانية. واضح أن هناك صيرورة، والسؤال الذي يطرحه نفسه هو إلى أين نسير. أنا عندي الذهني، والسؤال هذا مشي الحصيلة، الحصيلة عندها قواعدها والعديد من التمارين هي الحصيلة، حصيلة عهد، حصيلة 50 عام كانوا كثار، حصيلات تقارير كانوا كثار في الحقب هذه، في الحقبة اللي مرات، تقرير فلاني، تقرير آخر إلى آخره، لن أذكر التقارير. ماشي بالضبط حصيلة بهذا المضمون، هناك سمة بارزة نلمسها وتطرح علينا مجموعة من الأسئلة. كذلك ليس تقرير استشرافي كما نمارسه في المركز في إطار التقرير الاستراتيجي للمغرب الذي نهيئه كل الآن، كنا كنهيئوه كل سنة، الآن كل سنتين ثلاث سنوات. ليس إذن هذا التمرين هذا ديال المدبر أو الفاعل، أكرر، قد يكون أحيانا من الضروري مهما كان موقفنا من الملاحظة، ولكن هذه ملاحظة مؤقتة، ملاحظة ديال لحظات لمحاولة فهم ما يجري. الملاحظة اللي في نفس الوقت ماشي هي منقطعة عن ما يجري، ملاحظة دينامية، ملاحظة تعيش مشاكل، تعيش اللي كيبرز هو نوع ديال مجموعة ديال التفاوتات، أذكركم بالتقييمات التي كانت موجودة خلال سنوات طويلة حول المغرب.
المغرب يقول البعض سياسيا هو تخصصنا سياسيا مؤسساتيا قانونيا المغرب هو مزج ما بين التقليدي ما هو تقليدي وما هو حدثي وكيرجع المرحلة على الأقل العنف الاستعماري المرحلة الاستعمارية لما على الدولة التقليدية تم فصلت الدولة